سواءتك المتعلقة بالتعليم والتعلم أو بالبحث العلمي وبوظيفتها في خدمة المجتمع بتناول قضايا والإسهام في بناء المجتمع وحل مشكلاته ورفع المستوى الثقافي والبناء القيمي عبر مجموعة من الأنشطة والأدوار. يكون لقاءنا اليوم في إطار سياسة لجنة خدمة المجتمع التي أولتها الجامعة اهتماما خاصا، وكان أحد مهامها بل وهمومها الأساسية دراسة المنظومة القيمية في المجتمع الليبي لمعالجة الاختلالات التي تعاني منها. في هذا الإطار نفسه أصدرت الجامعة قرار بإنشاء مجلة أكسيولوجيا. أكسيولوجيا مجلة ثقافية علمية تعنى بالقيم، رسالتها الإسهام الجاد في تنمية الوعي العلمي والأخلاقي والجمالي في المجتمع المحلي والإقليمي. تسعى لأن تكون منصة للحوار مع وبين مجموعة واسعة من المفكرين والكتاب في مجالات عدة. فأكسيولوجيا تنشر أعمال ذات قيمة ثقافية عالية في القضايا الأكثر إلحاحاً في مجالات الفلسفة والثقافة والعلوم الاجتماعية والإنسانية. وتحرص بالتأكيد المجلة على نشر أعمال جادة، أعمال رصينة، وأن لا يصل أي عمل للمتلقي إلا بعد ما يعرض في نشاط عام يتيح لصاحب العمل فرصة إثراء بما تسفر عنا النقاشات في النشاط العام، سواء كان في شكل ندوات أو في شكل محاضرات أو حلقات نقاش. ندوة اليوم مثلا وكل المحاضرات المتنوعة التي ستلي خلال هذا الأسبوع وفقا للمواعيد الموجودة في المطويات أمامك هي أبحاث مقالات لكوكبة من البحاث المتميزين في اختصاصات مختلفة. وافقت هيئة تحرير أكسيولوجيا على قبولها مبدئيا للنشر في العدد الأول للمجلة اللي سوف يصدر نهاية هذا العام بإذن الله. لذلك ندوتنا اليوم عن السياسات الثقافية في ليبيا ليست مجرد محاضرات وطرح لأوراق وكلمات، غرضنا هو التفاعل والنقاش والحوار لإثراء الأعمال وبالتالي تجميدها. لن أطيل عليكم، أنا أشكركم شكرا جزيلا نيابة عن إدارة الجامعة الدولية وعن لجنة خدمة المجتمع بالجامعة وعن هيئة تحرير مجلة أكسيولوجيا، وأترك المجال للأستاذ حسام الثني رئيس مجلس إدارة المختبر الليبي للسيادات الثقافية شريك أكسيولوجيا في تنظيم هذه الندوة، فليتفضل. صباح الخير. بداية اسمحوا لي أن أعبر عن عميق امتناني الشخصي لأستاذي حضرة الدكتور نجيب العصاقي على احتضانه لبذرة هذه الندوة وعلى أبوته الروحية لها. الشكر أيضا لمجلة أكسيولوجيا وإلى الجامعة الدولية وإلى الجامعة الكريم. سأغتنم هذه الكلمة في الإجابة عن السؤال لماذا هذه الندوة. الواقع أن السياسات الثقافية كمفهوم غير متداول بشكل بما فيه الكفاية حتى عند صاغة السياسات أنفسهم، بمعنى أن لما نجي نشوفوا السياسات الثقافية وقعها في ليبيا، وقع السياسات الثقافية كالآتي: أن ليس ثمة سياسات معلنة، هذه رقم واحد. رقم اثنين أن من في يدهم صناعة السياسة لا يأخذون مقاربات السياسات الثقافية بعين الاعتبار، وأعني بذلك المقاربة الحقوقية اللي مرتكزها مسألة الحقوق الثقافية، أو المقاربة الاقتصادية اللي مرتكزها الاقتصاد الإبداعي، أو المقاربة الأمنية اللي مرتكزها الأمن الثقافي اللي هو جزء لا يتجزأ من الأمن القومي وبرضه الدبلوماسية الثقافية. انطلاقا من دور المجتمع المدني في تحسين سياسات الدولة
الثقافية، وطبعاً لما نقول سياسات ثقافية نعني جملة توجهات الدولة في تنظيم المجال الثقافي بما تشتمل من أدوات لهذه السياسات زي التشريعات الثقافية، زي الهياكل والبنى المؤسساتية المعنية بتنظيم الثقافة، وبرضو الممارسات في تنظيم المجال الثقافي، وأيضاً الخطط الاستراتيجية. فدور المجتمع المدني في تحسين هذه السياسات يكون باقتراح سياسات بديلة، وأيضاً يعمل كقوة ضاغطة لتبني هذه السياسات أو أخذها بعين الاعتبار. هذا برأيي لا يتأتى إلا بتأسيس تنسيقية وطنية لتنمية مشروع وطني للسياسات الثقافية وفق مقاربة تشاركية تأخذ في الاعتبار حاجات المجتمع المدني. هذا بدوري أيضاً لا يتأتى إلا بتوفر معلومات عن واقع الحياة الثقافية وعن واقع المؤسسات الثقافية، بمعنى أننا نحتاج أن يكون فيه أبحاث، يكون فيه أرقام يعني. ومن هنا كان دور هذه الندوة أن تمشي في هذا الاتجاه، وبرضو مختبر السياسات الثقافية يمشي في هذا الاتجاه، يمشي في اتجاه أن نراكموا الأبحاث، التقارير عبر المصوح الاستكشافية وعبر الأوراق البحثية في هذا المجال، بما يؤهلنا للبناء عليه لاحقا في اقتراح سياسات بديلة عن السياسات الموجودة حاليا. وبرضو التنسيقية أن هي تعمل زي يعني لما توصل لمرحلة الكتلة الحرجة من حيث الحجم تقدر تضغط على الدولة من أجل تبني هذه السياسات. جزيل الشكر برضو عظيم امتناني لكل الحاضرين هنا. نبدأ على بركة الله الجلسة الأولى، وحتكون من إدارة الدكتورة أمينة بشير الوريبي، وشكرا جزيلا، شكرا جزيلا. بسم الله الرحمن الرحيم، رحبت جميعا فينا السياسات الثقافية المملكية وحاولت تدبير تطويرها في هذه الندوة وهذه الأسبوع. ستكون هناك عدة محاور سنبدأها في محور السياسات الثقافية المفهوم والواقع، سيقدمها الأستاذ رامز رمضان الويسن، كاتب مدير ومشرف على موقع بلد الديوب، وأيضا أصدر مجموعة من الكتب في مجال الشعر والقصة والنقد، وهو أيضا رئيس تحرير مجلة الفصول الأربعة التي تصدر، وهي مجلة تحت رابطة البلداء والكتاب الديوب. يتفضل الأستاذ رامز تقديم بداية. السلام عليكم. السلام عليكم، صباح الخير. سعيد جدا بوجودي بينكم، كنت أنا اليوم جميل صراحة، ولي وقت على البغازي يعني مرايح. عنوان البركة السياسات الثقافية بين المفهوم وواقع العمل المؤسساتي. الورقة مقسمة إلى أكثر من فصل. الفصل الأول مختص بالتعريف بالثقافة ومفهوم الثقافة وأهمية الثقافة. الفصل الثاني تناول فيه مسألة السياسات الثقافية في حد ذاتها وعلاقتها بالمجتمع وأهمية أن يكون للمجتمع سياسة ثقافية. الفصل الثالث كان موجه للسياسات الثقافية في ليبيا، وتناولتها في الفترة اللي هي ما قبل الاستقلال إلى ما بعد 2011. والفصل الرابع كان فيه الخلاصة والتوصيات، يعني باش ما نستهلكوش كثير من الوقت، فحنحاول نلخص كل فصل في دقائق. الفصل الأول المفاهيم المختلفة للثقافة. طبعا يعتبر تعريف إدوارد تايلور هو أول تعريف للثقافة أو أقدم تعريف للثقافة، اللي كان في سنة 1871. والمعروف أن الثقافة يعني تعريفات كثيرة جدا، يعني أنا حاولت حتى نعصيها، يعني التعريفات كثيرة جدا، يعني تفوق 40 تعريف. والتعريفات هذه أصلا تختلف من مفكر إلى مفكر ومن باحث إلى باحث، يعني حتى لما نشوفوا بعض الهيئات اللي هي والمؤسسة اللي لها علاقة بالثقافة سواء محلية أو دولية أيضا لها تعريفها الخاص فيما يخص الثقافة. أنا ألتزم بتعريف اليونسكو اللي تقول أن الثقافة بمعناها الواسع هي جملة السمات الروحية والمادية والفكرية والعاطفية التي تميز مجتمعا بعينه أو فئة اجتماعية بعينها، وهي تشمل الإرث الاجتماعي ومحصلة النشاط الذهني والروحي والفكري الأدبي والقيمي.
ويتجسد في الرموز والأفكار والمفاهيم والنظم وسلم القيم والحس الجمالي، أي هي الامتداد المتنوع لجميع أنواع المعارف والخبرات الإنسانية، تشمل المعارف العلمية والأدبية والفنية والتراث وطرز العيش والأذواق والآداب السلوكية وقوانين التعامل بين الناس. ملخص هذه التعريفات يركز على حوالي 4 نقاط. النقطة الأولى اللي هي الثقافة ظاهرة إنسانية، والنقطة الثانية هي الثقافة أساس الحياة الاجتماعية، فليس من عمل اجتماعي أو فني جمالي أو فكري يتم خارج دائرتها، وهي التي تيسر للإنسان سبل التعامل التفاعل مع محيطه. النقطة الثالثة أن الثقافة عملية إبداعية متجددة تبدع الجديد والمستقبلي. النقطة الرابعة أن الثقافة إنجاز تراكمي، أي أنها تعتمد على التراكم المعرفي المستمر يعني عبر الأجيال، يعني لها زي ما قولوا معناتها امتداد تاريخي. للثقافة أكثر من جانب أو 3 جوانب رئيسية، اللي هي الجانب المعياري وهو بمثابة المخ لأي ثقافة، ويتمثل في تصور المجتمع العام للألوهية والكون والإنسان والحياة. طبعا هذا الجانب هو الذي يميز المجتمع عن آخر. الجانب الثاني هو الجانب السلوكي، وهو الجانب التطبيقي للجانب المعياري اللي هو يظهر من خلال السلوك البشري وسلوك المجتمع بشكل عام. والجانب الحضاري وهو الجانب الذي يمثل الثمار الحضارية للثقافة في الأشكال الحضارية اللي نشوفها من سواء من معمار من وإبداعات أخرى. طبعا لا يستطيع أي مجتمع أن يتقدم ويزدهر حتى يعرف المكونات الثقافية التي تتحكم به وتشكل تفكيره وتحدد اهتماماته وتوجه نشاطه. فالثقافة هي أسلوب أو طريقة الحياة التي يعيشها أي مجتمع بما تعنيه من تقاليد وعادات وأعراف وتاريخ وعقائد وقيم واهتمامات واتجاهات عقلية وعاطفية وتعاطف أو تنافر ومواقف من الماضي والحاضر ورؤى للمستقبل. إنها طريقة تفكير وأنماط سلوك ونظم ومؤسسات اجتماعية وسياسية وما يعيشه المجتمع من انفتاح أو انغلاق. الفصل الثاني اللي هو تناول فيه السياسات الثقافية، فخلنا نأخذ على الأقل تعريف للسياسات الثقافية. مفهوم السياسات الثقافية هو أيضا من المفاهيم الممتنعة عن التحديد، لأن زي ما قلنا حتى السياسات الثقافية فيها أكثر من وجهة نظر. طبعا لكن اليونسكو، حركز على تعريف اليونسكو، هي مجموعة الاستخدامات والعمليات التي تمارس بإرادة ووعي في المجتمع بهدف إشباع بعض الحاجات الثقافية من خلال الاستخدام الأمثل لكل الموارد المادية والبشرية التي يمتلكها هذا المجتمع في مرحلة تاريخية معينة. بالتالي يمكننا اعتبار السياسة الثقافية أداة تستخدم من قبل سلطة عمومية من أجل تثمين وحفظ الملامح المميزة للمجتمع، أي حقوقه الأساسية، نظمه القيمية، عاداته، معتقداته إلى آخره. التنمية والمجتمع. ظلت العلاقة بين الثقافة والتنمية الاقتصادية إلى عهد قريب غائبة عن خطط وسياسات الدول، إذ ربط البعض الإنفاق في مجال الثقافة والفنون بنشاط أوقات الفراغ، ومن ثم فإن إمكانية إسهامه في تحقيق ثروات ورخاء الأمة تكاد تكون معدومة. فالثقافة وفق هذا المفهوم تصنف ضمن النشاط أو العمل غير المنتج والذي تتبخر ثماره في اللحظة التي ينتج فيها. أنا مسألة الوقت فنحاول نختصر، خلينا ننتقل للسياسات الثقافية كمسؤولية اجتماعية للدولة. تعتبر فكرة أن السياسات الثقافية مسؤولية اجتماعية تقع على عاتق الدولة فكرة حديثة نسبيا، وقد ظهرت بعد الحرب العالمية الثانية، ويمكن قياس إيجابية السياسات الثقافية نظريا بمدى عقلانيتها أو القدرة على التنظيم وفقا لقواعد معينة، والتي يتم من خلالها تحديد الأهداف المناسبة لفترة زمنية معينة وتحديث أكثر الوسائل فاعلية لتطبيق هذه الأهداف في زمن محدد. وتحديد الأهداف يعتمد بشكل مباشر على المجتمع، لذا من المهم دراسة المجتمع جيدا وتحديد أهم المشاكل الاجتماعية والثقافية. ماذا يميز هذا المجتمع؟ ما هي سماته؟ ما هي أنواع الفنون المختلفة الممارسة فيه؟ ما الذي يحتاج منها لدعم أو تطوير؟ وفي ذات السياق من المهم تحليل العملية التعليمية ومدى جدوى الطرق المتبعة والأدوات المستخدمة ومدى تطورها وكفاءتها.
ومن هنا من المهم أن نفهم أنه يمكن للسياسات الثقافية أن تكون أداة للسيطرة لسيطرة السلطة على عقول وثقافة الشعوب، ويمكن من خلالها التحكم في شكل المجتمع وسلوكه، والمثال ليس ببعيد عنا. لذا في بعض الأحيان تختلف الأهداف المحركة للسياسات الثقافية مع الهدف المرجو منها، وهو ما يؤثر بدوره على عملية تطوير حياة الفرد والمجتمع بأسره في حال استغلال كافة الموارد ذات التأثير في تشكيل السياسات الثقافية لخدمة أهداف وأيديولوجيات النظم الحاكمة بشكل أساسي، أو لخدمة أهداف تجارية بحثة لصالح شركات بعينها، وهو ما يعرف بثقافة العلامات التجارية. أشكال السياسات الثقافية، طبعا هناك ثلاثة أشكال يعني أساسية، اللي هو الدولة المهندسة، وهي الدولة التي يعود فيها اهتمام رعايتها بالثقافة والفنون إلى عهود سابقة، يعني عندها إرث وتراكم معرفي فيما يخص وجود سياسة ثقافية. النموذج الثاني هي الدولة الراعية، وهي الدولة التي تقوم على رعاية ودعم المنظمات والمجالس الثقافية في البلاد أو في البلد، باعتبار أن الثقافة تصنع الفرد في صلة مع القيم الكونية، لذا فهي تستحق الحماية من قوى السوق. النموذج الثالث وهي الدولة الميسرة، وهي الدولة التي يكون تدخل الدولة في الشؤون الثقافية محدوداً، والاعتماد على المؤسسات والمانحين، حيث تترك القرارات المتعلقة بالسياسات الثقافية للسلطات المحلية. أتجاوز لننتقل إلى الفصل الثالث، السياسات الثقافية في ليبيا. السياسات الثقافية ما قبل الاستقلال. يمكن اعتبار الصحافة هي، سامحوني كان قرأت بشكل سريع، يمكن اعتبار الصحافة هي أولى أشكال الحراك الثقافي في ليبيا، خاصة منذ انتشارها خلال الحكم العثماني منذ العام 1866 ميلادية، تاريخ صدور صحيفة طرابلس الغرب، والتي كانت تصدر باللغة العربية، وهي صحيفة تتبع السلطة العثمانية. كما ساهم صدور قانون المطبوعات العام 1907 بعد عودة الدستور 1877 إلى تشجيع حركة النشر والطباعة، حيث وصل عدد الدوريات خلال السنوات الأخيرة للحكم العثماني في ليبيا، أي قبل 1911، إلى 14 دورية ما بين صحيفة ومجلة. على العكس من هذا النشاط، عرفت فترة الاحتلال الإيطالي لليبيا منذ أكتوبر 1911 ركودا ثقافيا وفكريا، باستثناء ما كان يصدر عن سلطة الاحتلال وما يقدم من خلال الترويج للثقافة المستعمرة أو حركة البناء، وكان النشر يتم باللغة الإيطالية في غياب كبير وواضح للنشر باللغة العربية، وحتى محاولات النشر القريرة باللغة العربية لم تستمر طويلة. في المجمل، اتسمت مرحلة الاحتلال الإيطالي لليبيا بسياسة ثقافية اعتمدت عزل الثقافة العربية والهوية الليبية من خلال عرقلة وإيقاف الأنشطة الثقافية، إلا ضمن ما يخدم هدف الاحتلال بإدماج الإيطاليين داخل المجتمع الليبي وفرض ثقافتهم ولغتهم، تحقيقا لمقولة ليبيا الشاطئ الرابع، سواء بالدعاية الإعلامية عن طريق الصحف والدوريات، أو بنشر المدارس الإيطالية الحديثة المجانية، أو بالحملات التعسفية والقرارات المجحفة المصادرة للحريات والحقوق المدنية للليبيين. بعد انهزام إيطاليا في الحرب العالمية الثانية، أصبحت ليبيا تحت حكم الإدارتين البريطانية والفرنسية من العام 1943، حيث عرفت ليبيا بعض الانتعاش الثقافي، حيث سمحت الإدارة البريطانية بتنظيم الأحزاب السياسية وعودة الصحف والدوريات، ووافقت الإدارة البريطانية على منح الليبيين حقوقهم المدنية، وانتشرت النوادي الثقافية والاتحادات العمالية والمهنية والنوادي الرياضية. وبالرغم من بعض الممارسات المتمثلة في مصادرة وإيقاف بعض الصحف وتحديد الأنشطة الثقافية، إلا أن حالة الانفراج التي شهدتها ليبيا خلال هذه الفترة ساهم في بناء ونشر الوعي السياسي وإذكاء الروح الوطنية من خلال الحراك الثقافي، دعم الحركة السياسية ومساعي الليبيين على نيل الاستقلال وتوحيد البلاد. السياسات الثقافية ما بعد الاستقلال، العهد الملكي 1951-1969. نالت ليبيا استقلالها في العام 1951 نتيجة لقرار الأمم المتحدة بعد محاولات لتقسيم البلاد من خلال مشروع بيفن سفورزا إلى ثلاث أقاليم: إقليم طرابلس تحت الوصاية الإيطالية، وإقليم برقة تحت الوصاية البريطانية، وإقليم فزان تحت الوصاية الفرنسية. كانت ليبيا دولة فقيرة ومحدودة الموارد حتى العام 1961، حينما أصبحت رابع أكبر دولة مصدرة للنفط، لتتحول إلى دولة ريعية تعتمد على أرباح تصدير النفط لدول العالم كمورد مالي رئيسي للحكومة الليبية.
في العام 1963 تم التحول من النظام الفيدرالي إلى النظام المركزي الموحد، وتولت الحكومات إدارة شؤون البلاد، وانتشرت مشاريع التحديث والتنمية الاقتصادية والاجتماعية شملت جميع مناحي الحياة. ظهرت في عهد الاستقلال حركة ثقافية وفكرية بعد منح الدستور الليبي الذي وضعته الجمعية الوطنية الليبية بعض من الحقوق المدنية للمواطنين مثل حرية تكوين الأحزاب التي تم منعها في 1953 والنقابات وحرية التعبير والنشر، كما شهدت فترة الحكم الملكي في ليبيا دعم الإذاعة الليبية الراديو وإنشاء التلفزيون الليبي في 1968. أصدرت الحكومة الليبية صحفا رسمية من أبرزها صحيفة طرابلس الغرب بطرابلس، طبعا هي عادت بعد ما توقفت خلال فترة الاحتلال الإيطالي عادت إلى الصدور مرة أخرى وبعدين توقفت مرة ثالثة. في العام 1959 صدر قانون المطبوعات رقم 11 والذي ينظم أمور الطباعة والنشر وينص على حرية التعبير لكل شخص، كما ينص على حق إذاعة الآراء والأنباء بمختلف الوسائل وفي حدود الحقوق الدستورية التي ينظمها هذا القانون. وتم تعديل القانون في العام 1962 بعد انتشار الصحف والمجلات والدوريات. أدى التعديل إلى إيقاف ومصادرة ومراقبة بعض الصحف الخاصة وحد من الحريات التي يمنحها قانون المطبوعات، وقد استمر القانون قيد التفعيل حتى 1969. ويمكن القول أن فترة الحكم الملكي في ليبيا عرفت انتعاشا ثقافيا وفكريا تزامنا مع نهضة البلاد وبرامج التنمية التي شملت مختلف مناحي الحياة، وقد اعتمدت السياسة الثقافية في هذه المرحلة على إيراد دور الإعلام الوطني إبراز دور الإعلام الوطني من خلال قنوات النشر المختلفة بهدف توعية الليبيين بهويتهم وإرثهم الثقافي، كما ساهم في تعزيز الشخصية الوطنية التي تتطلب مرحلة ما بعد الاستقلال في اتجاه بناء البلاد، غير أن الفترة القصيرة لحكم المملكة لم تسعفها في بناء قاعدة ثقافية وهوية وطنية قادرة على الصمود أمام تيارات القومية العربية التي تنادي بالتحرر من القيم الوطنية. السياسات الثقافية فترة حكم نظام القذافي العهد الجماهيري 1969-2011. للخلاصة، لعب الإعلام دورا مهما في تحريك المشهد الثقافي في ليبيا منذ انقلاب 1969 كونه أصبح أداة للسلطة لتوجيه ثقافة الدولة الليبية وهويتها الوطنية، فقد تبنى الإعلام الليبي الترويج لأيديولوجيا النظام الجماهيري واتبعت سياسة ثقافية منبثقة من الفكر الثوري متأثرة بالتغييرات المرحلية للسياسة الليبية. تم التركيز في الفترة ما بين 1969-1973 على سياسة ثقافية تضع الإعلام كمحرك للترويج لأفكار النظام الثورية والقومية، كما وتغيرت الهيكلية الوزارية في ضم وتفريق اختصاصات الإعلام والثقافة بوزارة واحدة، ما أنتج تشتتا بين أهمية استحداث سياسة ثقافية وأولوية الأجهزة الإعلامية كأداة مساعدة لدعم النظام الجماهيري في بدايته. ساهمت هذه التغييرات الوزارية المرتبطة بالشؤون الثقافية للبلاد في إحداث ربكة في تحديد السياسات الثقافية، وأدى غياب استقرارها إلى سوء إدارة القطاعات الثقافية وبعدها عن دورها في عملية التنمية والتحديث وتعزيز الهوية الليبية وإنتاجها الإبداعي والتراثي. ارتبطت السياسة الثقافية بليبيا بأيديولوجيا النظام الثوري التحريضي الذي يعادي أي مناهة سياسية أخرى، الأمر الذي أدى إلى حظر عام للتعبير بالأدوات الثقافية والإعلامية عن جميع الأفكار التي لا تدعم الفكر الثوري الذي يتبناه النظام. خلينا نوصل للتوصيات، هم 15 توصية مش هلبة. أن استيعاب الواقع بما في ذلك موجودة الأزمة التي نعيشها ونواجه سلبيات يتطلب 1- سرعة التحرك على المستويات كافة بخاصة على مستويات التشريعات وتحديث القوانين التي تضمن حماية الهوية والانتماء الثقافي وكل ما يفعل العلاقة الإيجابية للدولة مع المجتمع، تعزيز مفهوم دولة حديثة في الثقافة، البحث عن أنجع السبل التي تجعل المجتمع مالكا حقيقيا لإرثه الثقافي وقادرا على حماية وصونه واستثماره بتكريس مفاهيم الاقتصاد الثقافي، جعل الثقافة في أوليات سلم الاهتمام التنموي، تحديد الخارطة الفكرية التي يتم عبرها تطوير الخطاب الثقافي والمفاهيم الأساسية في الثقافة الوطنية، 6- دعم المؤسسات الثقافية سواء التابعة للدولة والمؤسسات الأهلية وإتاحة الفرصة لها للعمل والتكامل فيما بينها بما يحقق الأهداف الثقافية للدولة، إنجاز الدراسات الاستقصائية حول
المنتج الثقافي الوطني، الاهتمام بتأثير الأفكار في المجتمع المعاصر، ربط الثقافة بالواقع، التركيز على التخصص في بنية الإطار في بنية الأطر الثقافية الوطنية، الاهتمام بحماية وترميم الأماكن الأثرية وصون وتوثيق التراث اللامادي، تعزيز البنية التحتية اللازمة لتطوير المنتج الثقافي، الاهتمام الخاص بالتقنيات والمعارف الحديثة، الاهتمام بأسواق العمل والصناعات الثقافية واقتصاديات الثقافة، اعتماد المعايير والمقاييس الدولية في العمل الثقافي وتفعيل حقوق الملكية الفكرية. وشكرا لكم. شكرا أستاذ رامز الذي قدم لنا مختصر لورقته المكونة من 4 فصول. الفصل الأول كان عن مفاهيم مختلفة للثقافة، قدم لنا تعريف من خلال عامة وركز على تعريف اليونسكو. أيضا الفصل الثاني عن السياسات الثقافية، تحدث عن مفهومها وأيضا ركز على تعريف اليونسكو، وتحدث عن التنمية والمجتمع كمسؤولية اجتماعية تقع على عاتق الدولة، وهنا تحدث عن هذه المسؤولية كأداة للتحكم في العقول أو تطوير حياة الفرد. أيضا تحدث عن أشكال السياسات الثقافية من الدولة المهندسة إلى الدولة الراعية إلى الدولة الميسرة. وفي الفصل الثاني تحدث عن السياسات الثقافية في ليبيا من خلال فترات التاريخية، ما قبل الاستقلال، الاحتلال الإيطالي، الإدارة البريطانية، ما بعد الاستقلال في العهد الملكي وفترة الحكم الجماهيري، ثم تقدم لنا عدة توصيات. شكرا جزيلا للأستاذ رامز.